بهدف دعم المرأة وتشجيعها على خوض غمار العلوم، أطلقت مؤسسة لوريال في المشرق العربي برنامج لوريال اليونسكو من أجل المرأة في العلم. لوريال ويونسكو عندهم قناعة إنه العالم بحاجة للعلم، والعلم بحاجة للمرأة، لأنه المرأة عندها القدرة على تغيير العالم. المشروع بدأ عام 1998 ودعم إلى اليوم حوالي 2500 عالمة متميزة. مؤسسة لوريال طلبت منا كمجلس وطني للبحوث العلمية أنه نكون الجهة العلمية المحلية اللي بترعى الجائزة، بالإضافة لمنظمة اليونسكو الدولية بترعى الجائزة على مستوى المشرق ومصر والبرنامج الآخر يلي هو برنامج منطقة الخليج. كان للبنان حصة بمسابقة هالعام، حيث فازت نيفين الخشاب بعمر 35 سنة وهي الأصغر بين الفائزات على الصعيد العالمي، بالإضافة لفوز تمارا الزين ونازك الأتب. موضوع بحثي هو عن خفض الطاقة الكهربائية المستهلكة بأجهزة الذاكرة الإلكترونية الميموري ديفايسز من خلال استخدام النانوتكنولوجي. فكرة المشروع انطلقت من ضرورة الحد من الأثر السلبي للمواد المشعة سواء على البيئة أو الموارد الطبيعية أو صحة الإنسان. استطعنا مع أعضاء اللجنة أن نحط معايير عالمية لاختيار الفائزات. المعايير العالمية اللي بتشمل تحديداً الإنتاج العلمي، جودة المشروع المقدم للتمويل، لأنه مؤسسة لوريال بتقدم تمويل للمشروع بالمرحلة الأولى، والانعكاسات أو الأثر التطبيقي أو اللي ممكن استنتاجه من مشروع البحث. حصول ثلاث عالمات لبنانيات على تقدير دولي بسنة واحدة هو إنجاز غير مسبوق بتاريخ جوائز لوريال، وهالأمر بيعود لتفوق المرأة اللبنانية ومثابرتها. هذا النوع من الجوائز هو عبارة عن دعم مادي ومعنوي للأشخاص، دعم مادي لنطور الأبحاث اللي عم نقوم فيها، ودعم معنوي لأن لما يتم الاعتراف بأهمية الأعمال اللي عم نقوم فيها عالمياً، هالشي بيشجعنا حتى نكفي بالأبحاث اللي عم نقوم فيها ونساهم بتطوير المجتمع من خلال العلم. هيك نوع جوائز كتير مهم لأنه بيسلط الضوء على إنجازات النساء الباحثات خاصة بعالمنا العربي، وشغلة تاني هو نوع من اعتراف كمان بقدرتها واعتراف بأهمية المشاريع العلمية اللي عم تنفذها. أهميتها هي الاعتراف بكفاءة السيدات العاملات في مجال البحث العلمي. التكريم تم خلال حفل عالمي حضره حوالي 1000 شخص بباريس شهر أذار الماضي.